هذه الصورة كل ما أشوفها أخاف. نحن ليش نسوي كذي؟ وليش ما نفكر بمستقبل أولادنا وأحفادنا؟ سعيد يعرف وايد ملوثات بلاستيكية تسبب الحين مصيبة في البر وفي البحر، أعواد العصير والأكياس والقناني وتغليف الطعام. بس الحين يظهر لك يا سعيد المذنب الأول، فلاتر الجقاير اللي هي الملوث البلاستيكي الأول. أكيد أنتم انصدمتوا مثل سعيد. تبغى نسوي حسابات؟ سنوياً تنباع 6.5 تريليون جقارة، يعني 18 مليار جقارة في اليوم. يعني المدخنين يرمون كل يوم 18 مليار فلتر في الزبالة أو حتى في الطريق والطبيعة. هذه الفلاتر مصنوعة من البلاستيك ويبالها 10 سنين عشان تتحلل. وشو فايدتها؟ ولا شيء. فهي ما تقدر تخفف من 250 مادة كيماوية الموجودة في الجقاير، واللي 69 مادة منها ثبت علمياً تسببها بمرض السرطان. 2 تريليون دولار هي كلفة تدخين الجقاير على الاقتصاد العالمي سنوياً، ولازم نزيد عليها الحين أضرارها على البيئة والكوكب كله. والحل عند المدخنين. عساكم دوم بصحة وسعادة.